يا جماعة رح نساوي اللي شفناه مبارح بالكليب، أول مشهد منصوره على الهادي وتاني مشهد ونحن فايرين، بقى شو بتقترحوا تجيبوا؟ ليلى أنا رح جيب عندي هاي السبونج بوب عرفتيها؟ رح ألبسها، لأنه أنا مش بقى الاسفنجة بمتصقة باكل. خلصنا شو صار لي؟ يا جماعة أنا بوعدكم إني رح أجذبها على الآخر. هذا اللي شاطر فيه. لولو أنا حارس لك شرقي، بتعرفي خصر سمسم لما بيهز ما بيهدي. أنا اللي بعرف. ليلى حبيبتي أنا عندي بارودة جيبها. لا خلص خلص هدي بمزح لا ما بتمزح لا والله ما بتمزح والله عم بمزح احلف يا الله والله العظيم خلص روق طول بالك خلص رح جيب العكازة تبع خالتي سهام بيمشي حالك ايه تخرطش فيها ايه خلص هلا انا عندي جهاز تنفس اصطناعي هيك قده انت ليش ما بتجيب سيروم معك عندي سيروم بالله طيب عندي بطيخة بتنفخ بالسيارة جيبها ايه ممتاز شو رأيكم انتم تطلعوا بالفيديو كليب وانا لا انا بطل الفيديو كليب يعني انا اكثر واحد لازم اظهر قدام الكاميرا عم تسمعي تقبر قلبي رح اجيب لك احلى بابا سنفور